هذا السائل يقول: الشيخ صالح، الحمد لله أن رأيناكم على الهواء مباشرة. يقول بأنه مدرس في المتوسطة، سألني أحد الطلاب عن الأثر الذي هو مقام إبراهيم، هل هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فتوقفت وقلت للطلاب سأبحث وأنظر في الأمر، فما الجواب الشيخ صالح؟ لا شك أن أثر القدمين اللذين على الصخرة، نعم، أنهما أثر قدمي إبراهيم عليه السلام. السلام، ولذلك يسمى هذا مقام إبراهيم. وكان يبني الكعبة وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، فإذا ارتفع البناء جاء الله بصخرة فصار يقف عليها فترتفع به ويبني البيت العتيق، فلذلك هذه الصخرة صارت مقام إبراهيم، وأمرنا الله أن نصلي عندها، صارت من المشاعر. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطواف يأتي ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين ويقرأ هذه الآية. نعم.